ابراهيم جبريل الحسن اتاغي اوجندا دي تفانتاري دالنالي كيرنا ادريس دي دونوين يا محمد خير خلق الله من مدار محمد خير رسل الله كلهم وقام جبريل على حسن صو كفن تاتي اجنالي تاكي دارنادي تاونادي فجام ودري بلوك ودري كان بلون ودري كما باركي نار تيتال امك وني سنة نلادو الله آن باب مباركو أجنغ الفاتحة صلاة الفاتحة حاتمة كاري
بامم دبوني جنگ فاتحة صلاة الفاتحة ويمان ركيم بيكاري نكادم بيكاري دوغان في ميمة بل كنرين عندنا الكيرنو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنرابي جافو ليكم السادة كان موت كهالا نوكو نفس اللي كونو توم كبانغال سوف ينكاغال أدلو بانغال شريع سا أم يهيتو تبوتن بجنار مكو أني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غالب الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبه المؤمنون عن سد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحسن الله عاقبتنا وعاقبتنا وأعلانا ما يقفنا وما يقفيكم اللهم الله انتفعنا انتفاعكم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلا يعلم إلا ظهر ما في القبور وهسر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير الله أكبر فلله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قارعة من قارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالفراس المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لملة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الهدمة. وما أدراك ما الهدمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصلة في أمل ممددة. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تدبير. وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بإيلاف قريش إيلافهم رهبة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحيت الذي يكذب بالدين. فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن صالحك هو أبتر. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ونصرته ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله عاقبتنا وعاقبتكم فأعطانا ما يكفينا وما يكفيكم هذا الله وانتفاعنا وانتفاعكم يغفر الله لنا ولكم أجمعين. شكرا جزيلا لك على هذا الترتيب. نتوجه الآن إلى الشاب محمد نوري بوكو زكريا محمد نوري بوكو يرشد عبد الرحمن وصال وقالوا يفتحون بجونك زكريا الهجي من الشيطان الرجيم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من هولت موازينه فهو في عيسى راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأجده يحسب أن ماله أخلده أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موسدة في عمل ممجدة. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرهيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فسل لرب بك وانهر إن شونئك هو الأبتر. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لحب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر فلله الحمد. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر فلله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون
وبالآخرة يؤمنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. جل عبد الرحمن الحمد لله رب العالمين ويكو بيم غدي والو جدي كم من كلمه نبي والله قران كقولا ثقيلا ويكو كتابا متشابها تندن تن القران ويباني تم دو كنام دي كوني هيوي ñawoje jaltoje hende ne kewi o yi fer sobe hen be fodi gandi dum boy kono be etino de ne moy ko nandi ko non ne hewi sere be ne yo Allah hebbe moje be jangi ni sugalbe boy sabu ko be jangata ko be jangi ko be jangina ko yalti hen qur'an non ko ni way yo Allah yob sere be moje o yalla yob kambe amun be de moje e jinnaabe mabbe fof dum do tan mi weli e jangude e janginde goto pop yilato tan ko wono kiide walla wono subaka walla wono nange hore kala ko danya saggal kullu Allah gandal buri gandal ala ko futi gandal tan danyi ko danyi ko ko heddi ko fo wawa sayidi danja aduna lahara jangu sayidi lahara jangu sati aduna jidda jangu yo Allah wallu tinna dene moji on almubi on jangi on balla kono meje tan boy le balla de seram mun boy be do yarudi on son jari haade mun kewi njarno on ha batun tuddi gandal ko gandal de wonno ko Allah gandal de muina ñene fuddi monude ha ngaska Allah Allah ha ngaska Allah min al mahdi ila al mahdi fitti ko jangete tan kala ko ne jange kala ko waawe waawe al qur'an buri ko manta al qur'an wa allah khairu kum manta al qur'an wa allah Pesa bur mujudi non sere men non dañi dum sere jamli e sere wona jangi be pop e ko nande ma be pop mo njodi den do sibo mu dum do dañi wala makko en ko non sere hamidu dabia an noran da allah ni wude pop ko an noran al qur'an hewe nam di nom beto jeggilaw tijaniya kon al makko hewbe ko buri yenna tan ko al qur'an makko asiyamo jakine la bikam ko do juli pop wala hisbaini salawatul khams dum mo wadanno allah hokim hen maziy kewdo haa yi le tul qadim kono pop de e gede keri birninde allah kono fodi ko al qur'an tan al qur'an ni fof sona da adani al qur'an wa bi al qur'an sikki wonko wodi ko buri dum amaji saata dini gando ko mojjo ko wana baal al qur'an ali baal al qur'an edo huli allah abul di oya edo baal al qur'an afam dini mo ko allah mo ni e to allah mo ni abdom aba mo ni afam aba mo ni ko famdi edo ko allah mo ni no o yidi wiide tan sa mo ni nan baal al qur'an aba mo ni ko la kanko afam dini edo ko allah mo ni no woni fo qur'an abul sahaba wi al qur'an ahli allah ala allah ala allah hadma subhan ma wadan tan dam galgal ko uddi amma wadan la tan dam galgal uddi kono maga muji dikay do di al qur'an
يا جنان فيبي كم هدي قطينا أما قرآن جمجد قرني باسا هنتاراج أتاراج لطلاوة أتاراج إجاوار إجتبم جمجد ويبال جمجد زوجة ورفوس يامي أربطة رمانو دو جمو ورنجد كم قول هوري مجم دم نون يانا تامو بدي دو هدي دو هاي سابنام بوش بنام هنفو بابا اندتا يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعلو جتاتي جوغينو دن فاود ابسنغو غالي او هن ديدي موني دادو قوتال كدي غالغال كتيم من دو تفسير القرآن اون ويهيكو حارون الحج مودو مع الحج مودو منصور اودو كوي مكو اوريوي تيمينان نومونون كو بيمن بادمن بي مسيطمن مغاندو دن مغاندان نو دن Cherno Ali Yunyan Biko inewiye Cherno Muhammadul Amin On addi alwal tafsir ngal Wannon abengandi hande no way Benjofani no momo Kofoti wadede et umko Walla kunjitten wadede et umko kihi de hande ina faadani dum be kaburondirino e makko subako jango so arta marauda hade ko yettinteno don ko yettinede o yettinana en alwal gal kal gondo do tinadum mangantuji mum kadani بسم الله مودم منانا نفوف كدي تدنغال موم انهن كوني دوم ياري انا غاثا وجوم ناني نكو الله جتاتي كونو كوني دوم سيفوري دي دوني باوي هج هاند غالتو انا جوغي غول سيدا ودانا جانغو goro fofa makoni yari e kanko woni odo gondude men do cheru muhammadul amin ya fodon ko ha julbe be nanatan seram be be jokkala en gollede ko cherna jo owi e sukabe be ko non ko be mojjube cherno ko be ngari ton ko ko be bibbe ko be maccube tadbe der galle tan be goni ko janginte fof ko tiidi hen ko ko kambe golle galle ko fewata hen fof mabbe gardo dum do tan waawi hejje kono ko be kandi e halaneede buri do o do seeda non be kala dum اللهم صل على رسول الله بفضله وكرمه علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على منبع العلوم الربانية مركز الفهوم والمعاني سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الراسخين في العلم تعلما به وعملا حتى رفع الله لهم درجات في حياتهم وبعد مماتهم ولا تزال ترفع لهم إلى الجنة وعلى التابعين
وتابع التابعين لهم بذلك إلى يوم الدين. وبعد زيارات الحارة وتحيات الطيبة على ساداتي وشيوخي الذين نوروا هذه الجلسة المباركة بالآداب الربانية والأخلاق الكرام المحمدية، حيث صدقوا ما عاهدوا الله عليه من كون تيرنو دمبا رحمة الله عليه معلمهم، فأخذوه لله كمولا وعظموه وقدروه حق قدره وأنفقوا عليه أموالهم في السراء والضراء حبا وتكريما، وهذا منذ بايعوه بالتعلم لديه إلى يومنا هذا. أقول ورب البيت أنكم ساداتي ما جازيتم الإحسان بالنسيان، فجزاؤكم عند الله مضمون وسيكون إن شاء الله موفورا. ثم نحيي ونسلم على أهل بيت تيرنو دمبا جاوندو رحمة الله عليه ومن فوقهم تيرنو ألجنيان وعلى جميع كبار علماء بومبالاو وشيوخهم وعلى إخوتي طلبة العلم وعلى الحاضرين والحاضرات عموما بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإسلام، نحن اليوم في مكان عزيز عند الله كما علمتم، ألا وهو مكان ذكرى رجل من رجال الله تيرنو دمبا جاوند رضي الله عنه. وما أدراك ما تيرنو دمبا؟ وهو رجل أدخل في حياته من فعل خيرات يصير فاعله خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التعليم القرآني بعدما تعلمه لله في الله بالله. وكان تيرنو دمبا في هذا الفن أعجوبة زمانه من براعته في الفهم وثقافته في تعليم المريدين وإرشادهم ومعاملتهم، كما وصف لي بذلك شيخي تيرنو ألفاي اللقاي. كان يوصف لي بأحوال تيرنو دمبا حتى صرت كأني أشاهده في أحواله وأفعاله، لأني ما رأيت تيرنو ألفا يتعجب بشيخ مثل ما يتعجب بتيرنو دمبا. فقد حكى لي كل ما جرى بينه وبين تيرنو دمبا مما خرق العادة من ذكائه وإرشاده وصفاء قلبه وحرصه على المريدين، حتى قال لي يوما أن تيرنو دمبا رحمة الله عليه كنت أظن أنه ولي من القرآن وأحكامه. أيها الناس، اعلموا أن كل ما كان عليه تيرنو دمبا من أعمال الخير كالتعليم والإرشاد وعبادة الله فهذا الرجال الكرام الأعزاء تأويله ومعناه، كما قال الشاعر: والليث يثري سره للفرهد. إخوة الإسلام، لا بد من ذكرى لمثل هذه السادات وكتابة سيرتهم وزيارتهم والإحسان إليهم إلى الممات. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم أحياء عند ربهم يرزقون إن حسبتم أمواتا. هم الذين قال تعالى في حقهم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال أيضا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نحن نبكي بهم ونبكي زمانهم، وما البكاء إلا الحب في القلب والتوقير والتمجيد والتواجد. أحبائي في الله، إن هذه الكلمة لرمز للحب فقط، ولكن ما في تيرنو دمبا من العزة والجلالة لا يفيه قلمي ولو أفنيت فيه دهري. ف
فنسأل الله تعالى أن يحظينا من بركاته ما يكفينا من هموم الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا جميع تبرعاتنا إليه، وأن يجعلنا من حاملي أحواله ومنسي أسانه بسر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسر سره. ونسأل الله تعالى أيضا أن يداوي كل منصور يعني بدوائه، ويشفيه بشفائه شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على وجه الحياة والبقاء ودوام الارتقاء. هذا ما جاد به القلم من أخيكم في الله إبراهيم جاي الفاتكي، وكل عام وأنتم بخير. آمين.
آمين 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 فاتحة صلاة الفاتحة